مشاريعنا لإنجاز مستودعات تخزين الحبوب ستمكن ولاية المسيلة من الوصول إلى قدرة استيعاب تفوق 2.5 مليون قنطار بعد الانتهاء منها. المخزون تاع الحبوب لولاية المسيلة رايح يتضاعف بكثير. اليوم رانا في أكثر من 2.35 مليون ألف قنطار اللي رايح يكون الإضافة تاع التخزين. هذا ما سيعزز يعني حتما هذه الطاقة التخزين بالولاية نظرا لما تزخر يعني به من إمكانيات طبيعية سوف تؤهلها لتكون في مصاف الولاية الرائدة خاصة في إنتاج الحبوب توزيع والتحويل. مركب استراتيجي بولاية الدراج أهم هذه المشاريع بطاقة استيعاب 1 مليون قنطار اختيرت له أرضية بمحاذاة خط سكة الحديد. هو اختيار المركب الاستراتيجي لتخزين 1 مليون قنطار كان يعني بمحاذاة السكة الحديدية، وهذا يعني اختيار استراتيجي لتمكن من تنقل الطريق وأيضا السكة الحديدية وما يسهل عملية النقل والتوزيع. المخازن هذه اللي راهي فتحت واللي راح تنجز راح تشجع الفلاحين في إنتاج وتوسيع المحاصيل، توزيع مساحات المحاصيل الكبرى على مستوى الولاية. اهتمام أكبر بشعبة الحبوب مكن من تجسيد هذه الإنجازات، والهدف دون شك تحقيق الأمن الغذائي تماشيا مع سياسة الدولة.